بسم الله بيان 17 من فبراير ترابط المكة تشمل تشلوم الصاملة مزران الأبية عمر المختار الساحة الخضراء وسوق الجمعة نعلن تضامننا مع ثورة الأحرار ندعم المجلس الوطني الاعتقادي ممثلا شرعيا وحيدا في ليبيا ليبيا الحرة وإنما تشاهدونه في إعلان الطاقية من مظاهرات مؤيدا ما هو إلا مجموعة وكلة من المأجورين وكل المناطق التي ذكرت أعلى يواجهون القمع والتبهير والخف والاعتقال لضم أصواتنا الحرة حيث وصل عدد شبابنا الحر المعتقل إلى 17,000 شاب في معتقلات مدنية قداش وبالرغم من ذلك لا زلنا صامدون غافرون للذل مطالبين بالحرية رافعين عن ليبيا الحرة حاليا وتبقى ليبيا فوق الجميع عاشت ليبيا من شرقها إلى غربها من ساحلها إلى صحرائها عاشت بجبالها وديانها بأمازيغها وعربها